منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية احتضنت الجزائر 3 قمم عربية بينها واحدة غير عادية، وتميزت قمم الجزائر بمواضيع هامة وملفات حيوية ساهمت في تعزيز العمل العربي المشترك. إذا تمعنت في ظرفية كل القمم العربية ستجد بأنها انعقدت في الجزائر لظرفية خاصة مهمة جدا. 73 انطلاق النظام هو إعلان النظام من أجل نظام دولي جديد، كانت كذلك سنوات ما يسمى بعدم الانحياز، ثم كذلك هي سنة مهمة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية في حرب أكتوبر. القمم الأخرى اتبعت كانت في ظرفية مهمة بالنسبة للجزائر، أزمة اقتصادية كبرى ثم ما عاشته الجزائر بعد أحداث أكتوبر، وهي نقطة مهمة. كل ظرفية تقريبا حتمت على الجزائر أن يكون هناك لم للصف العربي لتناول القضايا الإقليمية والقضايا الدولية التي حدثت في تلك الفترة. عقدت القمة الأولى من 26 إلى 28 نوفمبر عام 1973 في عهد الرئيس الراحل هو ريبومدين، وكان مؤتمر القمة 6 في تاريخ الجامعة العربية بمشاركة 16 دولة بانضمام موريتانيا إلى الجامعة العربية. وتقرر لأول مرة في القمم العربية مبدأ دورتها السنوية. خصصت هذه القمة لبحث القضايا التي ترتبت عن الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر عام 73 1900، حيث شارك الجيش الوطني الشعبي بقوات برية وجوية. الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شيء واحد، الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ممسحوش كل الدموع انتهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. التحقت الوحدات العسكرية الجزائرية بجبهة القتال بسيناء إلى جانب جيوش عربية في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك. على الخطوط الأمامية أظهر الجنود الجزائريون شجاعة نادرة وشكلوا حصنا منيعا ضد الهجمات الإسرائيلية. دعت قمة الجزائر إلى تقديم كافة الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو الإسرائيلي، إلى جانب بحث قضية المشاركة العربية في مؤتمر السلام. وأعلنت أن السلام يتطلب الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة بما فيها القدس واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. ويسترجع الشعب الفلسطيني حقه كاملا غير منقوص ليعيش حرا كريما بين الشعوب الحرة الكريمة. ولقد عقدنا العزم متكافئين على أهبة واستعداد لتحقيق النصر واسترجاع الحق السليم. إن عجلة التاريخ أو إن عجلة الأحداث تدور بسرعة والتاريخ لا يرحم، فلنعمل ليسجل لنا لا علينا ولنكون بحق خير خلف لخير سلف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى. واتخذت القمة قرارا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. الجزائر بما هي عليه تاريخيا من وقوف إلى جانب القضايا العربية، من محاولة لرأب الصدع تاريخيا، يعني احنا بنعرف انه من السبعينات القرن الماضي الدبلوماسية الجزائرية كيف كانت ناشطة حين تحتدم الأمور ويغرق الشرق الأوسط في الحروب. براكين براكين في أرضنا المحتلة، فسوري أيها البراكين، سوري أيها البراكين، سوري أيها البراكين.
والقسم أن تستمر المسيرة وأن تستمر الثورة وأن هذه الجحافل وهذه الأجيال ستستمر حتى يرتفع علم فلسطين فوق القدس فوق القدس فوق القدس. في العام 1988 دعت الجزائر إلى عقد قمة عربية غير عادية لدعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين والتي كان لها صدى عالمي. وانتظمت القمة ما بين 7 و 9 من شهر جوان 88 بالجزائر، وأصدرت قرارا خاصا بدعم الانتفاضة دعت فيه مجلس الأمن الدولي إلى العمل على الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة ووضعها تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة لتوفير الحماية لمواطنيها، وطلبت بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان في استعادة أراضيه وإدانة الاعتداء الأمريكي على ليبيا وإدانة الإرهاب الدولي والممارسات العنصرية. في مؤتمر القمة العربية العادي 17 المنعقد بالجزائر في مارس 2005 جدد القادة العرب الإدانة القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله والتأكيد على أهمية ما توصل إليه المؤتمر الدولي للإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير 2005، خاصة ما يتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وأقرت قمة الجزائر إنشاء برلمان عربي ومتابعة إنشاء محكمة العدل العربية ومجلس الأمن العربي وتطوير أداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وكان موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الموضوع الأبرز في جدول أعمال القمة، حيث دان المشاركون استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي بالأراضي الفلسطينية المحتلة رغم القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بهذا الشأن. وجدد القادة العرب فيه الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.